توقعات برج العذراء ليوم الثلاث الموافق 1 أغسطس 1 آب 1/8/2023. لأنك بتميل النهاردة للتفكير بدقة في كل حاجة، متوقع أنه يكون يومك مثمر على صعيدك المهني. هيكون من الصعب عليك أنك تحس بالرضا الكامل بسبب تأخيرك في بعض المواعيد أو تأجيل بعض المهمات. هيبقى عندك وجهة نظر واضحة جدا، لكن مش هيبقى عندك فرصة تثبتها. هتستمتع بمشاركتك في بعض الأنشطة الدينية والفنية. بالنسبة ليك عاطفيا، جميل انك تبقى على استعداد دايم تلبي كل اللي بيتطلبه منك شريكك، لكن لازم تتمهل في فترات معينة عشان تعرف لأي مكان هتقودك تفكيرك. بالنسبة ليك مهنيا، هتبقى متعطش جدا الفترة دي عشان تقوم بأعمال ما كنتش عارف تقوم بيها قبل كده. هتخرج من حالة الروتين في شغلك الحالي. بالنسبة لك صحيا، هتساعد نفسك أولا علشان يساعدوك الأشخاص اللي حواليك. هتتخلص من كل القلق اللي بيبقى بينتابك وبيزعجك. بالنسبة لحركة الكواكب النهاردة، هتبقى مزدحم فلكيا، بيحدث البدر في برج الدلو في المساء وهتبقى وقت للذروة. شخصية مكثفة، مش هتكتفي بكونها بتفخر بواحدة من الأشخاص اللي بيبقوا مهمين. هتبقى النهاردة بتقدر الاستقلال وروح الفريق والمجتمع والجماعة، هتبقى مهمة جدا في يومك. هيحدث البدر النهاردة اعلانات وتدفق هيبقى خادم جدا ليك، هيضيء مشاعرك ومواقفك وكل الظروف اللي بتبقى دفنت قدامك هتتغاضى عنها. هنبقى بنصحى على الحاجة للأشخاص اللي حوالينا عشان نستجيب للدوافع الإنسانية. الجوانب اللي بنبقى بنتكلم عنها هتحصل حول اكتمال الأمر. هيبقى عندنا قوة أكبر من اللي احنا متعودين عليها طول عمرنا. هيشكل المريخ ثلاثي مع كوكب المشتري وهترفع كل ده ثقتنا وإيماننا وحماسنا بنفسنا. رغبتنا في الحرية هتبقى قوية جدا، وبنفس القدر هتبقى في ظل تأثرات كتيرة أصبحنا فيها، وهتبقى أكتر حسم وعندنا روح مبادرة. الوقت مناسب لو حبينا نفكر في خطة جديدة أو تحدي مثير. كل ده هيدفعنا النهاردة اننا ناخد اجراءات نحسن بيها حياتنا. الظروف هتبقى اللي بنحتاجها نخفف من كل طاقتنا عشان نخطط بشكل كويس ونفكر في مصلحتنا. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.